هذه الزيارة لبنت رئيس الوزراء الإسرائيلي توصف بأنها محاولة أولية لإصلاح العلاقات مع الرئيس الديمقراطي بعد التوتر الذي أحدثه نتنياهو والذي يفضل الجمهوريين كثيرا. هل سيوفق مبدئيا في هذه المهمة حتى يسهل طرح وجهات نظره في قضايا أخرى؟ أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم ومشاهدينك الكرام. أعتقد أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتخطى الحاجز الحزبي، يعني كلا الحزبين يدعموا إسرائيل بلا يعني جدال. ولو تفتكر معايا قانون نقل السفارة اللي صدر 1995 صدر بأغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشيوخ، كل القرارات المتعلقة بإسرائيل تصدر بأغلبية ساحقة في المجلس، فنتخطى الحزبين. ولكن الديمقراطيين دائما يضغطوا على الكيان الإسرائيلي إلى حل الدولتين وحلحلة القضية وفقا لما يعني اتفق عليه المجتمع الدولي واتفق عليه العرب في مبادرتهم سنة 2002، مبادرة الملك عبد الله رحمة الله عليه، ويعني ما استقرت عليه الأمور في المنطقة على مدار 70 سنة، 7 عقود. ولكن بنيات نفتالي بنيات النهاردة هو يعني محسوب على أقصى اليمين الإسرائيلي، وهو يريد بالتأكيد أن يرأب الصدع في العلاقات، ولكن يصر على السياسات بل أكثر تشددا من سابقه بنيامين نتنياهو. فإعلانه أنه سوف يستمر في الاستيطان ده بيلغي الاتفاق اللي عملته إسرائيل مع الإمارات ومع البحرين ومع المغرب ومع السودان. الشرط الواقف لهذا الاتفاق هو وقف الاستيطان ووقف مشروع ضم غور الأردن وإلغاء صفقة القرن واعتبارها كأن لم تكن. أعتقد أن الحديث أن لا دولة حل الدولتين، لا دولة فلسطينية، وألا لن تكون هناك قنصلية أمريكية في القدس التي كانت موجودة على مدار 50 عقد، يعني 50 سنة فاتوا، أعتقد أنه بالتأكيد يريد التشديد. هناك ملفات عديدة في هذه الزيارة، ملف القضايا الفلسطينية، الملف النووي، هناك ملف خفي وهو الملف اللبناني، وهو مرتبط بالتأكيد من الملف النووي بعد تصريحات حسن نصر الله بسفينة الحلال التي قادمة من إيران بالمازوت، وحذر أمريكا وإسرائيل والعالم كله أن يعني يقترب من هذه السفينة أنها أراضي لبنانية. أعتقد أن هناك أيضا تصعيد على هذا الملف. جميل. وأيضا ملف غزة ودور مصر المحوري. احنا لو شفت الاسبوع الماضي كان ويليام بيرنز في موجود في القاهره اللي هو رئيس السي اي اي الامريكيه، وبعد كده راح على اسرائيل، وهناك مشاورات على مستوى مستشار الامن القومي الامريكي والامن القومي المصري والامن القومي الاسرائيلي. هناك بالتاكيد مفاوضات على كيفيه المضي قدما. هناك زياره مرتقبه لنفتالي بنيت للقاهره بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك أيضا تمهيد بين الفصائل الفلسطينية، وهناك صراع آخر يبدأه النهاردة يحيى السنوار وهذه المظاهرة التي خرجت وقتلت ضابط إسرائيلي وكان بموجبها 4 غارات على غزة، وتشتعل الأمور أكثر في غزة. ملفات ساخنة موجودة على ملف هذه القضية. بالفعل أستاذ أكرم.